فاكر يا دكتور لما جيت لك عشان تيجي تشهد معايا باللي عملته؟ ساعتها ما عزمتش عليا حتى بكوبايه ميه ساقعه باللي بيهريه. لو فاكره انك هتعرفي تسرقي مني مراتي وبنتي يبقى لا. اولا اسمها طليقتك، ثانيا بقى بنتك جميله ما شاء الله، ربنا يحميك. شوف يا اخي العدل بتاع ربنا، ما يرزقك يرزقك ببنت. انت ما خفتش عليها من ولاد الحرام يعملوا فيها زي ما عملوا فيها؟ قسما بالله مسك، لو عملتي بنتي حاجه ولا ايه؟ انت فاكرني وحش ما عنديش قلب ولا رحمه كده؟ زعل منك. وديتيهم فين؟ للاسف ما اقدرش اقول. تمام، انا هبلغ عنك، احبسك. ده بجد؟ هتقول لهم ايه؟ عندك اي دليل؟ عندك اي دليل نعرف مراتك ولا عمري شفت بنتك اصلا؟ مستعد يا دكتور تروح تقدم فيا بلاغ كاذب عشان ارفع قصاده قضيه سب وقذف وتشهير وارميك في السجن كام سنه؟ هو انت عايزه مني ايه؟ هو انت مش قادره على الحمار بتتشطري على البردعه؟ ده بدل ما تروح تنتقمي من دوادار وابنه ومراته جاي تردها لي انا؟ واحده 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 يا دكتور، كل دوره جاي والله. احنا قلنا بس الاول نبتدي بالبردعه فعلا وبعدين نبقى نفوق للحمار. ابوس ايدك يا مسك. يا مسك هانم، بصي انت بس قولي لي هما فين وانا هروح لهم، ووعد والله والله مش هتشوفوا وشي ده خالص، بس اعرف هما فين. يا اخي قلت لك ما اقدرش، او يمكن ما اعرفش، او جايز لسه محتاجه لك مثلا. هو انا تحت امرك؟ والله تحت امرك. لا ما عنديش اوامر حاليا والله، بس يا اخي فكره ان انت تتحرم من بنتك زي ما حرمتني من الامومه ممتعة بصراحة بجد، خلاني مبسوطة فرحانة أوي. ما أنا مش هكذب عليك، أنا مش ملاك، أنا بشر برضو زي بقية البني آدمين. أنت عارف اللي بيجرالك دلوقتي ده إيه؟ إنك بتدوق ولو عينة صغيرة قد كده من اللي جرالي على إيدك، مع إن العدل بجد إن اللي اتعمل فيا يترد لك أضعاف أضعاف. صدقيني يا مسك، أنا ندمت على اللي عملته معاكي بدل المرة ألف. كل مرة شريكة بتدوس عليها زي الحشرة بجزمتها، كنت بقول ده حقي. كل ما كنت ببقى قاعد معاهم وفي وسطهم مش طايقهم بقول إنه ذنبي. كل ما بطلت اكتر بشوفك، بشوفك وانا بعمل لك عمليه الاجهاض وبشيل لك الرحم، بقول احسن تستاهل. والله بقى دي اختياراتك يا دكتور، انت المسؤول عنها، انما حقي انا بقى ده موضوع تاني، دي حاجه ترجع لي انا بقى. وانا رجعت اهو عشان اخده، لما بقيت راس براس، لما بقيت قدهم زي ما انت قلت لي. الدرس اللي انت اديتهولي واظن انا استوعبته كويس قوي، الحاجه الوحيده اللي ليك الشكر عليها بصراحه. بص يا بسم، انا ممكن اعمل لك اي حاجه والله، بس قولي لي بس ما في يعني، والله هعمل لك اي حاجه. للاسف مش عارفه اتعاطف معاك ولا خايفه لا تعمل لي حاجه ولا تقوم تتهجم عليا. عارف ليه؟ عشان اللي زيك يخاف قوي من الاعلى منه، يعمل له الف حساب، يركع قدامه من غير ما يحس، ما يجيش اللي على الغلبان المظلوم اللي زيك. اتفضل يا دكتور روح على بيتك، بص في المرايه يمكن تعرف انت حقير قد ايه. انا ما عاوزك اعرف العيب دلوقتي، ورايا شغل كتير، يبقى لك عندي حاجات شغل. اتفضل اتفضل.
اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.